السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ده الفيديو الاول لمراجعه الدرس الثالث اللي هو كان بريشر ات بوينت انسايد ليكويد. يا ريت لما ابتدينا نلم المنهج ونراجع على درس درس، ولو في اي جزء مش مفهوم او اي سؤال عايزين تحلوه ابعتوا لي الرقم ده. تعالوا نفتكر مع بعض كده يعني ايه بريشر ات بوينت انسايد ليكويد. يعني لو عندي بوينت وليتكن نقطه ايه وعايز احسب البريشر عندها، فانا هاخد يونت اريا حواليها وهشوف الويت اوف ليكويد كولم فوقيها كام. اشوف ويت اوف اير كولوم فوقيها كام. هنستخدم نفس القانون بتاع البريشر بتاع الدرس اللي فات اللي هو فورس على الاريا، وبدل ما استخدم فورس هستخدم ايه؟ الويت، وكلنا عارفين ان الويت هو ام جي. طب تعالى نفتكر كده، الدنسيتي كانت ايكوال ماس على الفوليوم، فلو عايز من نفس القانون ده احسب الماس فهيبقى دنسيتي في الفوليوم، فينفع اشيل الام واكتب دنسيتي في الفوليوم والجي زي ما هي والاي زي ما هي. الكلام ده كله كنا قايلينه في الدرس الثاني. طيب الفوليوم كلنا عارفين ان هو الاريا في الهايت، فالاريا ممكن تروح مع الاريا ويبقى عندي البريشر بتاع بوينت انسايد ليكويد رو جي اتش، بس ممكن نضيف له الاتموسفيرك بريشر عشان اللي الضغط او البريشر اللي بيأثر على النقطة دي هو شوية الليكويد دول وفوقيهم كمان الاتموسفيرك بريشر. فلو عندي كونتينر متعرض للهواء الجوي متعرض للاتموسفيرك اير، يبقى لازم بلس الرو جي اتش اضيف له الاتموسفيرك بريشر. طيب لو عايزين نرسم الريليشن ما بين البي والاتش في الحالتين، في حاله ان انا ما عنديش اتموسفيرك بريشر وفي حاله ان انا عندي اتموسفيرك بريشر، هلاقي ان ده الفرق بينهم. هو كده كده العلاقه ما بين البي والاتش هي علاقه دايركت، كل ما الاتش بيزيد كل ما الليكويد ده هيزيد، كل ما النقطه دي هتبقى في عمق اكتر تحت كل ما البريشر هيزيد، فكده كده عندي العلاقه دايركت بالمنظر ده. بس هلاقي هنا ان اللاين طالع من الاوريجين بوينت، هلاقي هنا اللاين طالع من نقطه، والنقطه دي لو جيت اقراها من على الكيرف هيطلع لي هو الاتموسفيريك بريشر. وفي كلتا الحالتين الستوب هو البي على الاتش اللي هو رو في الجي. دي اليونتس بتاعه البريشر وكلنا عارفينها، نيوتن بالمتر سكوير اللي هي باسكال، او كيلو جرام بير متر سكند سكوير، او جول بير متر كيوب. واليونتس دي هتبان اكتر في الدرس الخامس وهحط لكم اللينك بتاعه دلوقتي. نقطة كمان عايزين ناخد بالنا منها، الافريج فورس على البوتوم بتاع كونتينر او على السايد وول بتاع كونتينر. طب تعالوا مع بعض نعرف كده الدام او السد. احنا لو دي الووتر عندي وده السد اللي بيمنع المية انها تنزل الناحية دي مثلا، فكل ما هنزل ديبر كل ما الاتش بتزيد فكل ما البريشر بيزيد. فاكتر نقطة هنلاقي عندها الخزان او السد ده او الدام ده متعرض لبريشر هي النقطة اللي تحت خالص دي عندها اكبر بريشر اكبر ضغط. فبالتالي هنلاقي ان السد دايما بيبقى ثيك تخين من تحت ورفيع او ثين من فوق. طب دلوقتي لو عايز احسب بقى الفورس والاريا عند البوتوم عند السايد وول، البريشر عند البوتوم تحت هنا في اي نقطة هيبقى رو جي اتش باعتبار ان الارتفاع ده كله هو اتش. طب لو عايز احسبها على السايد وول هحسبها عند الميد بوينت. لو عايز احسب الفورس او البريشر عند السايد وول بتاع اي كونتينر هحسبه في نص الارتفاع بتاع الكونتينر، فرو جي وبدل اتش هيبقى هاف اتش، فيبقى القانون اصبح عندي هاف رو جي اتش. طب لو عايز احسب الفورس كلنا عارفين ان فورس بريشر في اريا هعوض عن البريشر برو جي اتش والاريا زي ما هي، والاي في الاتش هيديني مين؟ الفوليوم. يبقى الفورس عند البوتوم بقت رو جي فوليوم، وعند السايد وول هعوض مكان البريشر بهاف رو جي اتش والاريا زي ما هي، وبرضو الاي في الاتش الفوليوم بس عندي هاف هنا فهاف رو جي فوليوم. ما ننساش حتة السايد وول وحتة البوتوم اللي عايز احسب عندها البريشر والفورس نحسبهم بالقوانين دي. تعالوا نشوف السؤال ده. The house that figure show a house at bottom of a hill. في بيت في اخر منخفض. The house is supplied with water through a pipe of length 105 meter that inclined to the horizontal with angle 60 from a tank filled with water with height 6 meter at top of hill. في تانك طوله 6 متر مليان ميه وبيمد البيت ده بميه من خلال بايب في 75 متر مايلين بانجل 60 وفي 30 متر في الوضع الهوريزونتال على الارض، دول طولهم 30 متر كلهم يبقى 105 متر. عايز يحسب البريشر اوف ووتر ات هاوس، عايز يحسب بريشر الميه هنا. نرسم الاول رسمه توضيحيه بسيطه كده، ادي 75 متر بانجل 60 وادي 30 وادي الهوم وادي 6 متر تانك. هو انا عايز احسب البريشر تحت هنا عند البوتوم اللي هيأثر معايا ال 30 متر دول؟ لا، ال 30 متر دول هوريزونتال مش هيأثروا ولا هيزودوا ولا هيقللوا معايا في البريشر.
اللي هيأثر معايا في البريشر ال 75 متر دول، بس مش هيأثروا معايا بالميل بتاعهم ده. لازم احول الميل ده اشوف الفيرتيكال بتاعه كام، وهو ده اللي هيأثر معايا. لو فاكرين الدرس التاني تعريف البريشر، البريشر هو بيجي من الفورس البربنديكولر، ما بيجيش من فورس مايلة. طيب لو جينا نرجع كده لقوانين التريجنومتري، الساين ال 60 هنا ايكوال الاوبوزيت على الهايبوتنس، ال 60 الاوبوزيت بتاعتها اتش والهايبوتنس 75، يبقى ال اتش عليها 75 تايمز ساين 60 هتطلع معايا 37.5 روت 3 متر. يبقى ارتفاع الميه البربنديكولر اللي هيأثر معايا في البريشر هو الرقم ده، ولازم اضيف عليه مين؟ لازم اضيف عليه 6 متر بتوع التانك، فيبقى ده الهايت بتاع الميه اللي هيدي بريشر للبيت هنا. طيب نرجع نقول ان البريشر كان رو جي اتش، هعوض عن الرو هو مدهاني ب 1000 والجي هو مدهاني ب 10 والاتش هشيلها واحط الرقم ده كله اللي هو 37.5 روت 3 بلس 6، يطلع معايا البريشر عند البيت 7.1 تايم 10 بار 5 نيوتن بير متر سكوير. تاني حاجة عايز يحسب الهايت اوف ووتر ان ثين تول فيرتيكال تيوب اف ات ادد ات بوينت اكس. جه هنا مديني نقطة اكس وقال لي هحط فيها ثين تول فيرتيكال تيوب، هيحط تيوب رفيعة طويلة في الوضع الفيرتيكال. عايز اشوف بقى لو اتحطت هنا واتوصلت بالمية عند نقطة اكس ارتفاع المية فيها هيبقى كام؟ تفتكروا المية هتوصل فيها لنقطة كام؟ هتوصل لنفس الارتفاع. ارتفاع المية عند نقطة اكس هو ارتفاع المية اللي احنا لسه حاسبينه ده، هيطلع معايا 37.5 روت 3 بلس 6 اللي هو هيطلع معايا 70.95 متر. ليه؟ لان البريشر عند نقطة اكس هو البريشر ات هوم، هو البريشر عند النقطة دي، البريشرات ثابتة فالهايت في التلاتة ثابت. تالت سؤال، explain why the rushing strength of water from tap in the ground floor is greater than higher floor. ليه تدفق المية في الجراوند فلور في الدور الارضي اكبر من تدفق المية في الدور العالي؟ كلنا عارفين ان البريشر دايركت بروشنال مع الاتش، من القانون ده البريشر ايكوال روجي اتش، فالبريشر والهايت مالهم دايركت، والفورس دايركت مع البريشر من القانون الاولاني خالص اللي هو البريشر ايكوال فورس على الاريا. فبالتالي الراشنج فوتر تدفق الميه هيبقى سترونجر في الجراوند عن الاور فلور لان الهايت هيبقى اكبر. السؤال الثاني، هاوس كونسيست اوف 6 فلور هايت اوف اتش، كل دور منهم 3 متر. اباف ذا هاوس ذير از ا كلوزد ووتر تانك، في تانك مقفول. اند ان اتش فلور ذير از ا ووتر تيب ات هايت 0.5 فروم ذا جراوند. في عندي 6 ادوار كل دور منهم ارتفاعه 3 متر، وفي حنفية موجودة على ارتفاع نص متر من الارض في كل دور، ومديني الووتر بريشر ات ووتر تيب في الفورس فلور از 112.7 تايم 10 بار 3 نيوتن بير متر سكوير. مديني البريشر المية في الدور الرابع الرقم ده. تعالوا نتخيل كده الدور الرابع ده، ادي الدور الرابع وادي الحنفية اللي هو قال لي ارتفاع نص متر فسيبنا نص متر تحت. طيب تعالوا نحسب كده الارتفاع من اول هنا لحد اخر المبنى. احنا قلنا كل دور 3 متر، فعندي 3 متر الدور السادس، 3 متر الدور الخامس، ادي 6 متر، وفي 3 متر بس هنشيل منهم نص متر ف 2 متر ونص، ضيفهم على 6 يبقى 8 متر ونص الارتفاع من هنا لحد الحنفيه اللي في الدور الرابع. عايز هو الهايت بتاع الووتر تانك، عايز الاتش. طيب لو حطينا البريشر ايكوال رو جي اتش في الماجيك ترانجل يبقى عندي الهايت هيبقى البريشر على الرو في الجي. البريشر هو مدهوني 112.7 تايم 10 بار 3، والدنستي هو مدهاني 1000 10 بار 3، والجي مدهاني 9.8. هعوض يطلع لي الهايت من اول التيب اللي في الدور الرابع لحد اخر نقطة في التانك فوق، طلعت كلها 11.5 متر. لو شلت منهم ال 8.5 يبقى عندي 3 متر، وده ارتفاع ايه؟ التانك. عايز الووتر بريشر ات ووتر تيب في الفيرست فلور. عايز بقى يحسب لو عندي هنا تيب وبرده على ارتفاع نص متر من الجراوند، عايز يحسب عنده البريشر كام. طيب البريشر رو جي اتش، معايا الرو معايا الجي، عايزين نحسب الاتش. الاتش عندي 6 ادوار يبقى 3 تايم 6، وهضيف عليهم ال 3 متر بتوع التانك، بس ما ننساش نشيل منهم مين؟ النص متر اللي قال لي ارتفاع الحنفيه. فيطلع عندي الهايت من اول الحنفيه اللي في الدور الرابع لحد اعلى نقطه في التانك 20 متر ونص، دي اللي هعوض عنها مكان الاتش.
فيبقى الرو ب 1000 والجي 9.8 والاتش 20.5، يبقى عندي البريشر تحت في الفيرست فلور 200.9 تايم 10 باور 3. دي افكار على الدرس ده، ولسه في فيديو كمان فيه شويه مسائل محلوله على الدرس ده، والمسائل دي اصحابكم اللي بعتونها لي، فلو في حاجه واقفه معاكم ابعتولي على طول وهنحلها سوا. السلام عليكم.